الملاعب الاردنيه سواء مع الوحدات او المنتخب الوطني. على طول التسليم لاحمد الياس، احمد الياس على يمين قنديل امام بهاء فيصل، بهاء فيصل يتسلم على مشارف منطقه 18 الاهلاويه ملعوبه، احمد بهر خطره 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 خطره، الله حسن عبد البتة، حسن عبد البتة، حسن يدك الشباك الأهلاوية ويضع الوحدات في المقدمة. الشاطر حسن يأتي بالهدف الوحداتي، الشاطر حسن يأتي بالتقدم الوحداتي، الشاطر حسن يأتي بالافتتاح ويأتي بالإصابة الأولى ويأتي بالفرحة الوحداتية الأولى في هذا الشوط. الشوط الثاني شوط أرضية أحمد ماهر، وأيضا المدافع، المدافع الخطأ واضح، متابعة حسن يتحمل الهدف بالتأكيد. أحمد الصغير، أحمد الصغير هو من يتحمل الهدف، أحمد الصغير هو من يتحمل الهدف الماضي في مرمى النادي الأهلي. متابعة حسن أبي الفتاح على دفعتين بعد أن تصدى لها محمد خاطر، ودينيس يسلم إلى ماركوس، ماركوس مناولة ذكية، شوف ذكية، ولكن طارق خطاب المدافع الأطول. إذا هدف 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 مباغت، هدف 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 مباغت غير متوقع على الإطلاق، الكل يستغرب. هدف محمود مرضي، محمود مرضي يدرك التعادل للأهلي في وقت قاتل، هدف غير متوقع على الإطلاق. شوف طارق خطاب إبعاد الكرة بالرأس، شوف محمود مرضي كانت عند رجل المدافع مباغتة غير متوقعة، حتى عامر شفيع مستغرب.